الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله تعالى ونبيه ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حياكم الله تعالى ورضي الله عز وجل عنكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الوقت تحديدا في موازين حسناتنا. يعني هذه أول عشاء نصليها بشكل رسمي وفي رواية officially في لا ده كلام كبير قوي، ونيو كاربت لسه ما شلناش. طيب خير، الله يرضى عنكم يا رب العالمين. احنا بنتكلم في كتاب يا دكتور عمرو، بنتكلم في كتاب اسمه منهاج المسلم. الكتاب بيتكلم عن العبادات والاخلاقيات والتزكية وكذا، فهو المصنف شيخ ابو بكر الجزائري عمله كأنه دستور او كأنه منهج حقيقي اللي يمشي على خطواته يصل بإذن الله تعالى إلى ما يرضي الله عز وجل. اتكلمنا عن التوحيد الله عز وجل، وهو ذكر لنا في البداية حاجة اسمها توحيد الألوهية. النهاردة بنتكلم عن توحيد العبادة. يقول بأن هناك ما يسمى بتوحيد العبادة، يؤمن المسلم بألوهية الله تعالى للأولين والآخرين. المسلم مؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو إله الأولين والآخرين. الجملة دي في حد ذاتها تجعلني أشعر بالاطمئنان. إذا كان الله تعالى هو إله الأولين وهو إله الآخرين، فأين أنا؟ وسط الأولين والآخرين. الأولون والآخرون الله تعالى كفل أرزاقهم وأعطاهم العافية ومن عليهم بالستر وأكرم نزلهم وأحياهم. أيعجز سبحانه وتعالى أن يجعلني في مثل ما أودعهم فيه من الخير والفضل؟ إنه لأمر يسير هين على رب العزة سبحانه وتعالى. فالمسلم يؤمن بألوهية الله، الله سبحانه وتعالى إله، والله عز وجل ربي. قلنا قبل ذلك، عم عبد الرحمن منورنا، قلنا قبل ذلك أن كلمة الربوبية بتعني التعهد. لما تتعهد شيء بتنميه بتكبره. خلاصة الموضوع كما أختصره دائما أن الله تعالى ربك، أي أنه يدفع عنك كل ضر ويجلب إليك كل نفع. يدفع عنك كل ضر ويجلب إليك كل نفع. لما تؤمن بكده، بهذه الجزئية تحديدا، تستشعر أن كل شيء أنت فيه إنما هو من خير الله وهو من فضل الله. حتى ولو كنت في حالة لا تسر، أنت متضايق من الوضع اللي أنت فيه، كنت بشتغل وتركوني شغلي، كان عندي مال وذهب مني هذا المال، كان، فأنت في الحال التي هي أسعد حال بالنسبة لك، لا تستطيع أن تجد أفضل من ذلك في ذلك التوقيت. الله عز وجل ربي يجلب لي كل خير، كل خير، ويدفع عني كل ضر سبحانه وتعالى. ما معنى توحيد العبادة؟ إني بعبد ربنا. يعني إيه بعبد ربنا سبحانه وتعالى؟ أي أني أمتثل أمره وأجتنب نهيه، أي أني أستعين به عز وجل وحده سبحانه وتعالى، أي أني لا أخاف غيره ولا أرجو سواه ولا أؤمل في عطاء أحد إلا عطاء الله سبحانه وتعالى. عندنا رب العزة سبحانه وتعالى يقول لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. هذا أمر تكليفي من رب العزة سبحانه وتعالى. في آية أخرى يقول وإياي فارهبون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عندنا مجموعة كثيرة من الآيات يخبر فيها رب العالمين سبحانه وتعالى عن قضية توحيد العبادة. فالعبادة التي أتعبد بها لله إنما هي التعبير العملي عن يقيني في الله عز وجل، تعبير العملي عن يقيني في الله عز وجل. يندر السلمي ضربة، طب ممتاز، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. أوكي، فالشاهد في القول، حضرتك بتشتغل موظف في شركة أو طبيب زي حضرتك في مستشفى، ما هو التعبير العملي إنك بتشتغل مع الناس دي؟ إنك تحضر تشوف البيشنس بتوعك، تتابع مش عارف كذا، تعمل التقارير، تقدم ورق تأخر مش عارف كذا. سبحان الخلاق، مجرد قولك أنا
بشتغل في المكان ده بس كلام، قد يكون اسمك مكتوب فعلا في الأوراق عندهم، لكنك آخر السنة أو آخر الشهر لا تستحق هذا الجزاء لأنك لم تمارس هذا الادعاء. كثير من المسلمين يدعون أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، لكنها عبادة نظرية، إذا رأى حراما فعله، وإذا وجد أمرا من الله اجتنبه. فإذا هو بدل المسائل، متخيل أنا بشتغل في هذا المسجد، آتي لعمارة هذا المسجد لتسيير أحوال الخلق، فإذا كنت أنا سبيل طرد للناس فأنا أفعل عكس ما ينبغي علي أن أفعله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وعندنا رواية بتقول إيه: وما حق العباد على الله؟ أن يدخلهم الجنة إذا فعلوا ذلك. فعندنا حقوق متبادلة. الغريب في الأمر أن الحقوق تكون بين طرفين متساويين، صح كده؟ أنت حضرتك أنا ليه عندك 10 جنيه؟ ليه؟ لأن حضرتك إما إني اشتغلت معاك أو اشتغلت حتى عندك، وإما إنك أنت بعت لي شيء فأنا لي عندك، أو أنا بعتك شيء لي عندك. في طرفين بيتعاملوا مع بعض، مين فينا أعلى ومين فينا أقل؟ لما نتكلم عن رب العالمين ما ينفعش نقول حتى الألفاظ دي، لا يصح أن نقولها، لكن الله تعالى رفع من شأنك إلى درجة أن جعل لك عنده حقا، أن جعل لك عنده حقا سبحانه وتعالى. طيب، احنا عندنا لماذا نعبد رب العالمين؟ اتفقنا الشيخ دايما يجيب لنا دليل نقلي ودليل عقلي، فيقول لك: طب اديني تصور للموضوع، ليه احنا بنعبد رب العالمين سبحانه وتعالى في توحيد العبودية ليه؟ فقال لي ببساطة شديدة جدا: لأنه هو المتكفل بأمورك كله. عندنا القانون هنا بيسمح للولاد ان هم يتحرروا من أسر الأبوين لما يوصلوا 18 سنة. قبل ال 18 سنة ما يقدرش يطلع بر، أي عسكري يشوفه في الشارع ياخده يوديه لأبوه وأمه. ليه؟ لأن لهم عليه حق الإنفاق والرعاية والمسؤولية الكاملة. They are his guardian. That right؟ وبناء عليه فطالما كان الطفل في حاجة لأبيه وأمه لا يستطيع أن يخرج عن إطار السمع والطاعة، لا يستطيع أن يخرج عن كنف هذه المسؤولية المشتركة، وبناء عليه كان لابد له أن يطيع وأن ينصاع وأن يخضع وأن يتهذب في كلامه وأن يكون. إذا نقلنا هذه الصورة إلى قضية العبودية، متى ينتهي احتياج العبد إلى الله سبحانه وتعالى؟ متى ينتهي احتياج العبد لرب العالمين سبحانه؟ مسألة غير منتهية. إذا طاعتك لله تبارك وتعالى أيضا مسألة غير منتهية. وبناء عليه فيقول: من الأدلة العقلية تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتصرف تدبير، وكل هذا يوجب عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. فكل ما نفسك تقول لك أنا أقدر أعصي ربنا، اسأل نفسك: هل أنت مستغني عن ربنا ولا لا؟ إذا جاء الجواب لا غنى لي عن رب العزة، إذن ألتزم منهجه وهديه. لو تخيلنا أن خلينا أقول: والله أنا لا أستطيع أن أستغني عن الله عز وجل لأني إنسان ضعيف، لكن غيري في الكون مستغن عن الله، فطلع لي حاجة في الدنيا كلها في الخلق كله تستطيع أن تستغني عن رب العالمين سبحانه وتعالى. أقوى حوار حصل في تاريخ الدنيا كلها كان حوار الشيطان مع رب العالمين سبحانه وتعالى. الشيطان قال إيه؟ قال له: مش هسجد، أنا أسجد لمن خلقت طينة؟ طيب حتى بعد هذا التكبر، حتى بعد هذا التكبر سأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يمد في أجله إلى يوم يبعثون، مش كده؟ السؤال ده سؤال إبليس لله عز وجل أن يمنحه القدرة على العيش إلى آخر الدهر، اعتراف منه بعدم استغنائه عن الله عز وجل. بقى يعني حقير، يعني غبي، مش قادر يفهم من المنظومة متكاملة. والشاهد في القول: لا تجد في هذا الكون سماء تستغني عن الله
ولا أرضا تستغني عن الله، ولا بحرا يستغني عن الله، ولا دابة ولا طيرا ولا جبلا ولا ريح، لا شيء في الكون يستغني عن رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض، يمسك السماوات والأرض أن تزول، سبحانه القوي العزيز. الأمر الآخر أننا لم نجد أحدا في هذا الكون يدعي أنه يقوم مقام رب العالمين سبحانه وتعالى. ما حدش قال لك خلاص، يعني حتى الجاهل الذي قال أنا ربكم الأعلى يوما ما قال يا هامان ابن لي، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. فرعون لما ادعى أنا ربكم الأعلى قال لهم إيه؟ قال لهم هذه الأنهار تجري من تحت، لم يقل أجريتها، لم يقل أجريتها، وإنما قال تجري. من الذي أجراها؟ ولم يفطن إلى ذلك لأنه يتكلم بجهل. والشاهد في القول أنه لا يوجد في الكون من يستغني عن الله تبارك وتعالى. بلخص موضوع التوحيد العبادة أنه لا يعبد إلا الله، يعني إيه؟ يعني لا تنفذ أوامر قبل أوامر الله، ولا يفعل الإنسان شيئا حرمه الله. ليه؟ لما أمر الله تبارك وتعالى به من نصوص تشريعية، وأيضا لأننا لا غنى لنا عن الله عز وجل، وهو الذي تكفل بالخلق وبالرزق وبالتدبير والتصريف إلى آخر ما يكون في حياتنا. الله عز وجل أمرنا أن نتبع الأسباب ونجتهد في تحصيل الأرزاق، فعمنا الحاج محمد يبيع دي ويشتري دي ويدور على الأسعار الأحسن ويفعل كذا، ولكن إن ضاقت أو اتسعت به الأسباب فإن قوله الأول والأخير يا رب، فهو يعلم يقينا أن تدبير هذه الكائنات إنما هو من الله سبحانه وتعالى. دكتور عمرو واقف على رأس المريض وقبل ما يمد يقول بسم الله يا رب، يستلهم من الله أن يلهمه موطن الداء، ويستلهم من الله أن يلهمه صحيح الدواء، فإذا وفق إلى توصيف الداء فقد بلغ نصف الطريق وبقي له توصيف الدواء الصحيح. كثير من الحالات الطبيب يوصف دواء يكون له كده سايد افكت ولا حاجة، يضيع له الدنيا كلها ويخرب له كل اللي كان عمله، لم يوفق في وصف الدواء لهذا المريض. فالحاجة لله تبارك وتعالى لا تنقطع أبدا الدهر. بيتكلم بعد كده عن موضوع اسمه الوسيلة. يعني إيه الوسيلة؟ يعني إيه الوسيلة؟ أني أتوسل إليك بشيء، أتوسل إليك بإيه؟ بشيء، فأنا أرجو منك أمرا لكي تعطيني إياه أتوسل إليك بشيء. فأقول لك طيب عشان خطري، يبقى أنا بتوسل بإيه؟ بمكانتي عندك. طب عشان خطر عيالك، طب عشان خطر المحروس، فأتوسل إليك بشيء. مشايخنا وعلماءنا اتكلموا كثيرا في قضية الوسيلة. ليه؟ لأن بعض الناس توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك وجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توسل العبد به فإن الله لن يخزي من توسل به. ليه؟ لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين سبحانه جل في علاه. فريق آخر من العلماء قال يا جماعة الكلام ده لا يصح. ليه؟ لأن الدين ليس واسطة، والله تبارك وتعالى لما كلف الخلق كلف كل امرئ بعمله هو تكليف منفرد. يعني ايه تكليف منفرد؟ يعني ما ينفعش عبد الرحمن يصلي بدل خالد، ما ينفعش، وانما امر خالد ان يصلي وامر عبد الرحمن يصلي، فنراهما سويا يقفان جنبا الى جنب في صف الصلاه، ما حدش فيهم قال خلاص انا اصلي ركعتين بالنيابه عني وعن الرجاله اللي قاعدين دول كله، انا بحعمل معاهم واجب. ما ينفعش الكلام ده، كل منا أمر. وبناء عليه قالوا بأن الوسيلة لا تكون إلا بما يصدر منك أنت، ما تتوسلش بحد. ليه؟ لأن العلاقة بيننا وبين الله واضحة وصريحة وليس فيها عوائق وليس فيها واسطة. قالوا كمان إحنا مش يعني لا نستسيغ مسألة التوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي علينا جيل من الناس يقول دعونا نتوسل بالنبي وهو سيقوم مقامنا في كل شيء. فإحنا ممكن نعمل كل حاجة
خطأ، وبعدين نقول له يا رب عشان خاطر النبي عديها لنا، فربنا يعديه. فقالوا إننا لا نريد أن نقع في الخطأ الذي وقع فيه النصارى يوما ما، فقد رفعوا من شأن المسيح إلى درجة أن تجد الآن من يقول لك Jesus paid the price، خلاص فأنا ممكن أعمل اللي أنا عايزه لأن عيسى he paid the price، you know I don't care about anything. ليه يا خال؟ لأن عيسى دفع الثمن خلاص زمان وأنا بعمل اللي أنا عايزه دلوقتي. فتخيل أن حالة الناس الآن على هذا النحو، يتوسلون بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يكون عند الله سبحانه وتعالى يشفع للناس، ثم أو يتوسل به ثم نفعل نحن ما نشاء. فهناك سرقة وهناك زنا وهناك غش وهناك تزوير وهناك تدليس وهناك نصب واحتيال، والحالة العامة في المجتمع كلها فساد. ثم إذا سألتهم أمسلمون أنتم؟ قالوا نحن مسلمون، ولكن النبي سوف نتوسل به عند رب العالمين سبحانه وتعالى. إحنا إمتى بنحتاج الوسيلة؟ لما نكون أصحاب حاجة. فلو أن الله تعالى أخبرنا أنه لن يستمع إلى حاجتنا إلا بعد وجود واسطة لفعلنا ذلك، لكن رب العالمين قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، إذا مش إذا وسط أحدا في الواسطة. قال النبي قال رب العالمين أجيب دعوة الداع إذا دعان. من الأدلة المشهورة قول رب العالمين سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فاستدل أهل العلم أن أفضل أنواع الوسائل أو الوسيلة التي يمكن أن نستعملها هي عملك الصالح. عندنا قصة مشهورة جدا بتاعة الثلاثة اللي دخلوا الغار واتقفل عليهم الباب، عملوا إيه؟ توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى. بما توسلوا إلى الله؟ بأعمالهم الصالح. فواحد فيهم قال يا رب العالمين أبويا أمي، وواحد قال يا رب العالمين امتناعي عن الحرام والفاحشة، والثالث قال يا رب العالمين حفظ حقوق الناس. ده مفاد الكلام أو مفاد القصة. والشاهد في القول أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن العمل الصالح إنما هو سبيلك إلى هذه الوسيلة، أو إنما هو وسيلتك التي يمكن أن تتوسل بها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. المسألة دي يعني عايز أقول للأسف الشديد استوعبت كثيرا جدا من مقام الحديث بين أهل العلم، فبين منكر ومؤيد، ولنا أن نأخذ بالأصح دائما، لنا أن نأخذ بالأصح دائما. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سيكون شفيعا بين يدي الله يوم القيامة، يا جماعة اللي قالوا نعمل الوسيلة قال لك النبي هيكون شفيعنا يوم القيامة، يعني هو ينفع عم محمد يبقى شفيعنا يوم القيامة ومبقاش شفيعنا في الدنيا كمان؟ يعني لما الواحد يزني في حاجة يقول يا رسول الله، زي ما في الآخرة هنقول إيه؟ يا رسول الله. فهنا نقول إن هذا لا يتفق مع مقام التكليف. الله عز وجل كلفك أنت لتقوم بهذه المهمة. يوم القيامة انتهت الأعمال ولا رجعة إلى عمل، فمن كان لديه تقصير أو كان لديه خطأ لم يدركه أو حصل منه نوع من السهو أو غيره، والله نأتي بقى إلى الرصيد فنقول والله عنده رصيد كبير فما ينفعش نضيعه بسبب هذا الخطأ، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي المسألة إلى هذا الحد. لنا في هذا الكلام مقام كثير، لكن كما اعتدنا ألا نطيل، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الستر دائما، وأن يحفظ علينا العافية ما حيينا، وأن يدبر لنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.